السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أعزائي الطلاب؟ هل أنتم مستعدون لدرسنا لهذا اليوم في مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي؟ هيا بنا جميعا. درسنا لهذا اليوم بعنوان القياس غير المباشر. سنتعلم اليوم ونتقن هذا الهدف، هيا لنقرأه معا. هدفنا لهذا اليوم هو أن يقارن الطالب أطوال الأشياء بشكل غير مباشر. قبل أن نبدأ بهذا الدرس، دعونا أعزائي الطلاب نؤكد على شيء مهم، وهو عندما نقارن أطوال الأشياء فإننا نستخدم لفظ قصير وطويل أو أقصر من أو أطول من أو الأقصر أو الأطول. عندما أقارن أعزائي الطلاب بين مجموعة من الأشياء فإنني أستخدم اللفظ الأقصر الأطول، لكن عندما أقارن بين شيئين اثنين فإنني أستخدم لفظ أطول من أو أقصر من. ننتبه لهذا جيدا. حسنا، شيء آخر، درسنا أن نقارن بين أطوال الأشياء بشكل غير مباشر. انظروا معي، لو أردت أن أقارن بين هاتين قطعتين، عندما أضعهما بجانب بعضهما بعضا هذا يسمى مقارنة وقياس بين الأشياء بشكل مباشر، لأنني جئت بهما بجانب بعضهما بعضا هكذا ووضعتهما بجانب بعضهما بعضا وقارنت بين طولهما، فهذا قياس مباشر. لكن ماذا سأفعل لو كان الشيئين الذي سأقارن بين طولهما متباعدين وليس بجانب بعضهما بعضا؟ هذا ما سنتعلمه في حصتنا لهذا اليوم، أن نقارن بين شيئين متباعدين بشكل، هل نعتبره مباشر؟ طبعا لا، بشكل غير مباشر. ولكن كيف سنقوم بفعل ذلك؟ حسنا، في هذا الدرس سنتعلم كيف نقيس بين شيئين متباعدين بشكل غير مباشر. قبل البدء عزيز الطالب، تحتاج إلى بالطبع كتابك، قلمك، حبل أو شريط ما يتوفر لديك، قلمين أحدهما باللون الأزرق والآخر باللون الأحمر. هل أنتم مستعدون؟ درسنا لهذا اليوم ممتع جدا، هيا لنبدأ. إذا سأقارن اليوم بين طول هذين القلمين، الأول الأزرق والثاني الأحمر. كما قلنا سنقارن بينهما عندما يكونان متباعدان، سأضعهما بشكل متباعد عن بعضهما بعضا. أنا سأستخدم اليوم هذا الحبل لأستطيع أن أقارن بين هذان القلمان بشكل غير مباشر باستخدام شيء ثالث للمقارنة بين الطولين. لكن أعزائي الطلاب انتبهوا جيدا، عندما نقارن بين طولين شيئين متباعدين يجب أن أستخدم نفس الشيء، نفس الأداة، سواء شريط أو حبل، لكن أستخدم نفس الأداة، لا يجوز أن أغيرها. هيا لنبدأ. الخطوة الأولى، انتبه عزيزي الطالب، عندما تبدأ بالمقارنة أو بالقياس أن تضع الشيء الثالث الذي تريد أن تستخدمه للمقارنة والقياس بمحاذاة طرف أحد الأدوات التي تريد قياسها. هنا أريد قياس القلم الأزرق، أضع الأداة التي أستخدمها بمحاذاة أحد الأطراف هكذا. هذا القلم سأضعه بمحاذاة أحد الأطراف هكذا. انظروا إليه جيدا، انظروا هنا، يا ترى أي هذان الشيئان، القلم الأزرق والحبل الأسود الذي معي
أو قد يكون بأي لون آخر. أيهما هو الأقصر؟ أيهما هو الأقصر؟ هيا انظروا معي، أيهما هو الأقصر؟ هل القلم الأزرق أم الحبل؟ بالطبع أحسنتم رائعون، القلم الأزرق أقصر من الحبل. القلم الأزرق أقصر من الحبل، أحسنتم. والآن بعد أن قسنا القلم الأزرق باستخدام الحبل، سنستخدم نفس الحبل، ركزوا معي، نفس الحبل لقياس طول القلم الأحمر. انتبهوا، يجب أن تضعوا الحبل بمحاذاة أحد أطراف القلم الأحمر. بمحاذاة يعني بنفس مستوى طرف القلم الأحمر، هكذا كما فعلنا مع القلم الأزرق. انظروا معي، وضعته بمحاذاة القلم الأحمر، يا ترى انظروا معي أيهما هو الأطول، القلم الأحمر أم الحبل الأسود أو الأخضر الموجود عندي في الصورة؟ هيا انظروا جيدا، القلم الأحمر هو الأطول، أحسنتم، القلم الأحمر هو الأطول. إذن القلم الأحمر أطول من الحبل الأخضر، أحسنتم رائعين. إذن بما أن، انتبهوا جيدا وركزوا، القلم الأزرق أقصر من الحبل الأخضر في الصورة، والقلم الأحمر أطول من الحبل الأخضر، إذن فالقلم الأزرق أقصر من القلم الأحمر، أحسنتم. إذن أعزائي الطلاب، بعد أن استخدمنا الحبل لمقارنة بين طولي القلم الأزرق والقلم الأحمر، النتيجة التي توصلنا إليها باستخدام القياس غير المباشر أن، ركزوا معي في الألفاظ، القلم الأحمر أطول من القلم الأزرق، والقلم الأزرق أقصر من القلم الأحمر. هل استمتعتم؟ درسنا جميل جدا لهذا اليوم، هيا لنتابع معا. والآن عزيزي الطالب، جاء دورك لتبدأ معي ونتدرب في مقارنة أطوالي بطريقة غير مباشرة. الآن انظروا معي إلى هذا التمرين، لدي قلم بلون بنفسجي وربما يظهر لديكم باللون الأزرق، وقلم آخر باللون الأخضر هنا. سأقارن بين طول القلمين، القلم البنفسجي والقلم الأخضر باستخدام القلم الأحمر، لكن انظروا معي، استخدمنا القلم الأحمر في قياس طول القلمين، نفس القلم، انظروا هنا، انظروا معي إلى هذا القلم، وضعنا القلم الأحمر بمحاذاة طرف القلم البنفسجي، هيا انظروا معي أيهما هو الأقصر، القلم البنفسجي أم القلم الأحمر؟ هيا معي، أحسنتم، القلم البنفسجي أقصر من القلم الأحمر، هيا لنستخدم القلم الأحمر نفسه لقياس طول القلم الأخضر، انظروا معي يا ترى أيهما هو الأطول، القلم الأخضر أم القلم الأحمر؟ أحسنتم، القلم الأخضر هو أطول من القلم الأحمر. إذن السؤال يقول لي أحوط الشيء الأطول، أيهما أطول، القلم البنفسجي أم القلم الأخضر؟ بما أن القلم البنفسجي هو أقصر من القلم الأحمر، والقلم الأخضر هو أطول من القلم الأحمر، إذن فالقلم الأخضر أطول من القلم البنفسجي، والقلم الأخضر هو الأطول، إذن القلم الأخضر هو الأطول.
عزيزي الطالب، أنا أعلم أنك متحمس جداً لتجربة هذا التمرين لوحدك. اذهب إلى كتابك صفحة 304 لتحل التمارين رقم 3 و4 و8 بنفسك. بإمكانك حل جميع التمارين لأنني أعلم أنك ذكي جداً وتستطيع فعل ذلك. أيضاً قبل أن أنهي، بإمكانك أن تستأذن أمك وأحضر أشياء من البيت وحاول أن تقارن بين أطوالها باستخدام القياس غير المباشر. أشكركم أعزائي الطلاب على التركيز وعلى جدكم واجتهادكم، وأراكم في يوم آخر. إلى اللقاء. أعزائي الطلاب، لأسئلتكم واستفساراتكم حول درس اليوم تواصلوا مع معلم الصف عبر تطبيق تيمز.